شكل ورقه الشجر او الورده نفسها لو هي في السياق العادي بتاعها هتبقى عاديه، انما هي اتحطت في سياق مختلف خالص بقت ايه؟ بقت قطعه من المجوهرات. اذا لازم وانا شغال ببدا افكر في الشكل بتاعي ازاي هيبقى بالمنظر دوت. كله شايف هنا كده افضل؟ هيبقى بالمنظر دوت. يبقى انا اخدت هنا من ايه يا جماعه؟ من الطبيعه. هنا متاخد من الطبيعه توليقات. وبعد ما نحس ورقه الشجر، طبعا الطبيعه بتاعتي مليانه تفاصيل كتير جدا. ورقه شجر يعني يمكن انا بهتم بورقه الشجر لاني اكتشفت انا بحضر المعرض دلوقتي فاكتشفت ان مثلا بعمل حاجه اسمها قلب الورد. اكتشفت ان في حاجات في قمه الجمال، تخيلي مثلا يعني هو لسه التصميم بجهزه بس التصميم دوت لو متاخد من الياسمين. افترض مثلا هو طبعا ده مش ياسمين ده ورده ثانيه بس مش فاكر اسمها بصراحه. يفضل وانا بتفرج او بعمل التصميم بتاعي ادور على القصه. اوكي؟ دي ورده. يعني دلوقتي بعمل تصميم خاص بورده الياسمين. حد فينا اسمه ياسمين هنا الاول؟ مش حد اسمه ياسمين؟ للاسف شديد. حد عنده حد قريب اسمه ياسمين؟ اسمه دوت الياسمين طبعا معروف جدا عند مين؟ اشهر بلد بالياسمين؟ سوريا. سوريا تمشي هناك ايوه ريحه الياسمين يعني وكل واحد يقول لك ايه ارجو ان انا ارجع بلدي عشان ازرع الياسمين بتاعتي. ايه عارفه بقى اسطوره الياسمين؟ طب يا كام؟ ايه؟ لا ليه؟ قول لي يمكن غير الاصول اللي عندي. اتفضلي. لا ما تقولي يمكن غير اللي عندي. طيب لو طلعت غير اللي عندي هتحكي لي. اتفقنا؟ اسطوره الياسمين في الحضارات القديمه ان كان هناك امير واميره بيحبوا بعض على احد الكواكب. فالامير ده كان جبار. فزعلت منه الاميره فسابت الكوكب وراحت لكوكب اخر. فبدا يطاردها ما بين الكواكب، كل ما تروح كوكب يروح وراه، كل ما تروح كوكب يروح وراه، لغايه لما جت الارض وعجبت بيها جدا. ميه وجو حلو ورائع. فلما عرفت ان هو جاي الارض في هذه الفتره ما كانش في زهور. بكت. فكل قطر دمع نزلت على الارض طلعت زهره. لما سابت الارض ومشيت جه الامير الجبار فيمسك الزهره يامرها تغير لونها، كوني احمر، كوني اخضر، كوني ازرق، لغايه لما مسك زهره الياسمين فابت ان تغير اللون. عشان كده دايما بيطلق عليها بياض الياسمين. ده رايكم بعد كده لما هشتري حته بقى اقول لكم عليها القصه دي فيها زهره الياسمين. هنا انا بقيت ايه؟ مصمم ولا كليتر؟ انا قصه مش كليتر بس، في حاجه ثانيه غير اللي انا قلته؟ هي؟ انا صح يعني؟ الحمد لله. طبعا تخيلوا بقى لما بدور على كل قصه من الحواديت الخاصه بالورق الشجر بتاعتي. يعني انا في معرض كنت انا عامله كان اسمه ست الحسن. كان في مين؟ البطلين الاولين بتوع مين؟ حسن ونعيمه. او لازم اقول روميو وجولييت. روميو وجولييت بتاعت انجلترا. حاجه بتاع مصر. حسن ونعيمه. ابدا ارسم حسن ونعيمه. ابدا ادور على البنات ست اخواتها على ويلكم ست الدار خضرة خضرة دي جنينتنا طبعا انا بعمل التصميم بتاعها لان كنت عايز درجه لون اخضر لان كنت بعمل قطعه موزايك قطعه فيها حوالي 2000 قطعه موزايك فكنت بدور على درجه لون معينه فهنا بقى الكرييتور اللي يفكر ازاي يا شباب انا بدور على درجه اللون ديت لان انا بجيب ازاز وبطحنه وبسيحه وعايز لون اخضر دهب فين وفين انا قاعد كده ازازه سيفن القديمه بتاعتي قدامي هي دي مسكتها وكسرتها وده طحنها هنا انت بقيت كرييتور وكمان لما بتعمل شغلك بايدك بتعمل اللي انت عايزه. هنا لو انت ديزاينر فقط مد ايدك في الشغل. مد ايدك في الشغل هتفرق قوي. هتفرق قوي في ايه؟ التاتش بتاعك حتى لو بتشتغل منشار. عارفين منشار؟ عارفين نشر تمام؟ في حد هنا كان معانا سنه ثانيه شغل منشار؟ اشتغلتي معانا منشار تمام؟ قال لي ايوه برافو عليك لابسه القطعه بتاعتي 10 على 10. دي كمان من المميزات الحلوه في البنات. انت عامله حته شغل. تمام البس صح ولا لا؟ انا عامل حته شغل البس دي تجربه كنت لسه عاملها امبارح نجحت معايا لبستها ايه اللي مانع؟ تمام؟ الفرق في لا على فكره ده مش شغلي ده شغل بناتي لما الاقي حد شاطر زيكم كده اقول له اعمل لي الاسم بتاعي اوكي؟ فلما اروح اي مؤتمر ده شغل بناتي يبقى انا كده بفتخر بيكم انا راجل ديزاينر خلاص ليا اسم انما انتوا اللي يجي اه حلو طب عايز اعمل بقى واحده لمراتي ادي رقم تليفون البنت
البنت تبدا تشتغل. هنا نحول الفن الى